شيخ، ورد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يقتل أربع، أي أربع حيوانات، ذكر منها النمل. نعم. والنمل أحيانا يؤذي في البيوت، يعني يدخل الغرف وتكون جماعات، هل يجوز لنا قتله بالسم وغيره؟ نعم. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. وحرم الله تعالى قتل النفس المسلمة، فإذا آذى المسلم بقطع الطريق أو نحوه مما يبيح قتله أبيح قتله. ولهذا لو أن إنسانا هجم عليك يريد أخذ مالك فلا تعطيه مالك، فإن قاتلك فقاتله، ويحل لك أن تقتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يريد أخذ المال، قال: لا تعطه. قال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلني؟ قال: إن قاتلك فقاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. فالمؤذي يجوز قتله، فإذا كان هذا النمل لا ينتفع أذاه إلا بقتله فاقتله ولا حرج عليه. لكن هناك وسيلة قبل أن يقتل، وهي أن تصب على بيوته شيئا من الغاز، فإن جربنا هذا ورأيناه إذا صب على بيته شيء من الغاز فإنه يرتحل ولا يبقى، فإذا أمكن ذلك فهو أحسن، إذا لم يمكن فلا بأس بقتله.